أصابع زينب، اكتبوا لي شو اسمها بلدكم. دقيق 1 كوب، وسميد ناعم نص كوب، خميرة جافة نص معلقة صغيرة، نشا ذرة معلقة طعام كبيرة، قليل من الملح 2 ملاعق زيت، ومعلقة صغيرة من السكر، ونص كوب ماء دافئ. نعجنها جيد تقريبا 5 دقائق، بريحها 10 دقائق. العسل لكل 2 كوب سكر كوب ماء. عند الغليان نوضع قطعة ليمون وننتظر 8 دقائق. بنقطعها بالشكل أو الحجم اللي احنا بنحبه، وبنشكلها أي أداة متوفرة عندنا بالمطبخ. بيمشي الحال، أي أداة متوفرة عندنا بالمطبخ. هيك أصبحت جاهزة، بنريحها 10 دقائق، وبعد ما نريحها 10 دقائق بنقليها بالزيت. حرارة الزيت تكون متوسط، بعدين بعد ما نقليها نوضعها بالعسل البارد، نتركها بالعسل لمدة 5 دقائق. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.